الانتخابات لم تحقق أي شيء من طموح تشرين إلى حد الآن، لكن بوجود الشباب المستقلين ووجوه جديدة ونتأمل خير بهم إن شاء الله. لحد الآن أي مطلب من مطالب تشرين الثانوية أو الرئيسية ما تحقق من عندها أي مطلب؟ ما حققت مطالب، يعني تكررت نفس الوجوه، بالتالي هم راح يحكمون بعد هاي الأربع سنين المقابلة. ما أعتقد أنه النظام راح يحسن فتشي من الواقع العراقي بصراحة. الانتخابات حققت مطالب المتظاهرين من خلال قانون الانتخابات فقط، أما لحد الآن ما جاي نشوف يعني أمور واقعية حقيقية على أرض الواقع حققت ما يصبو إليه الشعب العراقي. آسف وأقول آسف، لأنه إحنا كانت آمالنا كبيرة، قلنا هاي الدورة الخامسة إنه تحقق آمال الجماهير وتحقق آمال المتظاهرين، وبالأحرى حتى نكون واقعيين تحقق أحلام الشهداء اللي ضحوا من أجل العراق، فما حققت كل شيء. أنا ما راح أقول حققت، أقول هي لبت رؤية شعبية عن طريق أنه أظهرت التيارات المستقلة، أظهرت المستقلين والتيارات المدنية بما فيهم تشرين واللي طلعوا عبر حراك تشرين على أنه لهم الكفة الراجحة في انتخابات، على الرغم من أنه نسبة المشاركة جدا ضئيلة.